يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كافر قلت له لماذا لا تسلم؟ فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لم يشهر إسلامه ولم يقم بالصلاة ولم يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، فهل هذا يعد مسلما؟ لا، لا يعد مسلما حتى يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، حتى يصلي ويصوم ويؤدي أركان الإسلام، ولا يكفي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعطل الأعمال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هؤلاء الذين يطوفون بالقبور، لكن من نطق بالشهادة صادقا ومات قبل أن يتمكن من العمل هذا هو الذي يعتبر مسلما، أما من ترك العمل الفرائض والأركان الإسلام تركها وهو يقدر عليها وليس هناك مانع فهذا ليس بمسلم. نعم.